اللي بعده شيخ خلص يا ولد اللعيبة. عدنا إليكم من جديد. لوجت أمتلك بيس اديها يا اسطى دوبليكيت عشان في اتنين هنا، حط ده هنا وده هنا. جي جي افتح يا صاحبي، مش عايز تفتح برضو. افتح صاحبي. اوكي اكيد. اوكي ريد ديسك، فرحتي بيك يا صاحبي. امال ايه اللي فوق ده؟ امريكا قلت في ده كيدا مش هيجي معانا سكة. سكرو يا اسطى، اقلب يا اسطى، اقلب يا حبيبي. على هو اوكي اللي بعده مربعات يا صاحبي. ماشي ثلاثة بقى، اضرب في ثلاثة. اوكي ماشي يا نهار ابيض، عكس بعض يعني. 5 minutes later. دماغي راح اعمل لكم كوبايه شاي واجي يا اسطى واحلها تاني. باقي لكم بقى لما احلها يا اسطى. 2 hours later. يا ربي خلاص يا اسطى، اركب يا اسطى. قعدت ساعة يا اسطى عشان اعمل البازل دي، مقرفة اوي بصراحة. ربنا يكون في عون اللي هيعملها يا اسطى بعديه يا اسطى والله. مش عارف انا حوار العود دوت يا اسطى. العقد بقى مش عارف ايه ده، العقد بقى دماغ باين شكلها حاجة بتلبس زي سماعات كده قوية تنزل على البطن دي ولا ايه؟ اوكي وريني يا اسطى. في حاجة هنا طبعا، مور بازلز صح. وده صاحبي ميتال بيس. اوكي عايزين نشوف دي فين بقى. ايه في واحدة هنا في النص اهي، ودي قمر باين. اتحرك يا علي، ما تجيب الظهر يا اسطى. اوه خلاص عرفت التالتة ايه، اعمل اللي تحت دي. اوكي ايزي ايزي جيم ايزي لايف. دي هنا يا لهوي. ماشي المفروض اعمل العلامة دي متهيألي. اوكي ايزي طلعت هيلمت فعلا، كل ده من حتة بتاع ده، كل ده من حتة بتاع ده. طب ايه؟ طيب اوه ممكن البسها. اوكي اوكي وكل ده بحكي من القصة ان السفينة اتدشملت خالص تقريبا. دول بقى ايه كانوا في السفينة يعني؟ بس مفيش بني ادم طبيعي يلبس خوذة كل دي يعني. بس ماشي ايزي اللي بعده يا صاحبي. ليتس جو. هير وي جو اجين. بص اهو مش عارف يا اسطى قافلينها بقفال ولوكات ودنيا ومش عارف. يعني في بازل عشان افتح اصلا البوكس، وبعد كده اكمل بقى الحته اللي هجيبها لك بقى اللي هو ايه، اقعد بقى اكمل فيها. يا لهوي
وريني يا اسطى. افتحها بالصحاب، اعمل اي حاجة بوش. مفيش في حاجة هنا. سامسونج كان بيسكرود هنا. اوكي هنا. افتح افتح. ايه عايزين ده بقى نحطه جنب التاني. انا حتى جايب لنا الباكج بايظه. بسم الله ما شاء الله. الباكج نفسها جايه بايظه. عارف انت لما تشتري حاجه من موقع كده معين وبعد كده يجيب لك الباكج اصلا متدغدغ، اللي هو ايه؟ طب يا اسطى، طب الحاجه اللي جوه؟ لا ما عادي بيس. هات يا اسطى لان الليمت هنا نحطها هنا. عايزين واحده كمان. دوبليكيت يا صاحبي. يلا يا صاحبي افتح يا صاحبي. ايزي. بس كل ما تبقى كبيرة تحس انها تبقى الدنيا بازل بقى. ايه ليفل 2 المجنح هتشيله صح؟ يا ترى شو هذا؟ شابتر 6 ماشي. انا مش عارف هي كام شابتر بس عجباني بصراحة. هات يا اسطى البتاع ده كده. اوكي دي بتطلع لفوق، انا شايف حاجة يعني. اوكي هنا ممكن نحط ده. افتح يا اسطى. ايزي. خد بالك انت ان السكروز دول يعني هو جايب مفتاح مخصوص عشان يفك ال عشان يفك الحاجات دي. افتح علق جنب التاني. افتح علق. البازل دي تاني يا ما عايزين ايه؟ عايزين اخضر. عايزين تلات اخضر. ايزي. ايه الباب هيتفتح عليا ولا ايه؟ في حاجة بتتحرك. الايتم اللي كان معايا من شوية. هو اتحرك من نفسه، واخد بالك انت؟ باور تايم. حاسس ان ده سلاح يا اسطى. ده سلاح يا اسطى. ربي ما يفرعش فينا يا اسطى. دوس الزرار الاحمر يا اسطى. بوم. كان كله اتفجر. ماشي اوكي. كان ما اتفجرش ولا حاجة الحمد لله. وريني يا اسطى ايه القلم. مش فاهم يا اسطى اعمل ايه. اوكي. هل ينفع اشيل بهم حاجة؟ هل ينفع؟ ممكن خلاص يا صاحبي خلاص شكرا. جنب التاني. طيب ولا اي حاجة اشتغل يا علي. ده ما بتحركش يا صاحبي. اديني هنت اي حاجة. طيب والله انا 2 hours later. استنى كده استنى كده. هات الخرمة ده كده تاني. حط دي هنا. ايوه بس كده شوية شوية. ده الحل. ماشي خلي دي تحت ودي فوق ودي تحت. يبقى دي العلامة تحت هنا، دي العلامة فوق هنا، ودي العلامة تحت. خلاص يا صاحبي خلاص يا صاحبي. شكرا يا صاحبي خلاص يا صاحبي. اطلع يا صاحبي. الله ينور. خلاص ماشي. حرك دي كده. اوكي ماشي. يبقى دي عايز تتحرك سنة بسيطة.
يا دوبك بعد البتاع على طول بعد ما شرب. ماشي ايزي. ماشي مش عارف ليه بيعلق بس ماشي. عايزين نظبطه يبقى ايزي. اعطونا اسطى اعطونا مستويات يا صاحبي. اوكي فعلا شكلهم جابوا لنا مستويات فعلا. عدي كده وريني كده. مفيش على الزرار ده. تعالى معاه بالذوق يا ولد. تعالى معاه بالذوق يا ولد. في مفتاح يا اسطى. لول يا اسطى. لول يا اسطى. اوكي يلا يا صاحبي. تعالى كده هات لي مفتاح يا اسطى خلينا نخلص. خد يا صاحبي. هات ده ناخده ونحطه هنا ولا ايه؟ تحط هنا ايزي. ماشي فكرني بلعبة اللي هي الماين دي مش فاكر اسمها ايه بتاعت الكمبيوتر زمان اللي هو البومب دي ولا اسمها ايه. المشكلة انا مكنتش بعرف العبها. دي لازم حاجة تديها يا اسطى. نايس ايزي. هلا هوي هتتبازل يا اسطى مقرفة يا اسطى والله. حاجة كده ميكانيك كده اللي هو ايه ده هيدي لدوت وده هيدي لده ولو اديت لواحدة اكتر من التانية بتحمر. اوكي هتفجر فين؟ ايوه المرة دي بقى تفجر فين. نيفر مايند. نايس انجن ورك بات بيتر ستوب فور ناو وي نيد تو سيت ماي ورك شوب اون فاير. اوكي ده الانجن يعني. واو خلاص شباب انا واقف هنا عشان البازل ده اخر واحدة اخدت مني وقت طويل قوي. انا بصراحه دماغي وجعتني. دماغي اول مره تشتغل بالكميه ديت فدماغي وجعتني جامد يا اسطى. فهاخد بريك كده عشان خلاص عسل اعمل دماغي جامده قوي. فبس يا اسطى انا مش عارف هي لسه قد ايه بس في الغالب لسه الصندوق كبير ده بس. فممكن تكون الحلقه الجايه تبقى اخر حلقه. وبيس ابو الصحاب اشوفك في الحلقه الجايه. が生まれる。そして俺たちを超えていく。